مساكم الله بالخير يا جماعة. مثل ما شفتوا موضوعنا عن برامج المقالب اللي قاعد تصير بالخليج بشكل عام. واحد من الناس يسوون مقالب أو برامج مقالب هني بالكويت راح ما يحمل طاحون. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. قبل المقدمات ما نقدم ما نبي ولا شيء. أقول ليش أغلب الناس يعتقدون إن برامجكم كلها مفبركة أو مفبركة يعني إن قاعد تفهم على ضيوف مراتك. أول شيء شلونك عبد اللطيف؟ خير سلمك. ثاني شيء لهم حق. لهم حق يقولون فيه. ليش؟ ليش؟ لأن صارت أمور وبرامج مفبركة. بس مو معنى كثير من الكل يعني. يعني قصدك ناس أثروا على برامجكم؟ طبعًا. أكو ناس تفبرك بس إن أثرت يعني علينا. أنتوا ما تفبركون؟ منو أنتوا؟ أنت. أنا طحن. لا أنا ما فبرك. أنا ما فبرك وعندي دليل يعني. أنا ما فبرك وعندي وايد دلائل. أنا ما فبرك وعندي اللهم لك الحمد عندي الفنانين تقدر تسألهم. وأنت واحد منهم. أنا كان عندي حلقة واحدة خلنا بعيد عني بس يعني على رأي الناس نبي نتكلم عن رأي الناس. الناس ما تقدر تسألني. ما أقدر ألومهم لهم حد بس عشان البرامج الثانية تقصد يعني. طبعًا. برامج طبعًا. ثانية هي اللي خربت سمعة البرامج طبعًا. اللي تصير مقالب الكويت. طبعًا طبعًا. أنت تشوف المجتمع الكويتي يتقبل هالنوع من البرامج؟ قاعد يتقبل. قاعد يتقبل ولا؟ بس قاعد يتقبل إن خلنا نشوف شو مسوين كذي صارت. بس هم ترى الجمهور واعي جدًا ما عليك. يعرف إن إذا كان هذا مفبرك أو متفق أو إن فعلًا في مصداقية. إنزين كل البرامج غير برامجك مفبركة؟ ما أقدر أتكلم لأن إذا تكلمت غلط وعيب عيب عليك. الأغلبية؟ الأغلبية طبعًا. كم شخص قاعد يسوي هالنوع من المقالب؟ لا لا في وايد يعني. في وايد. يعني بالكويت؟ إيه في 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 وايد على مستوى الخليج في وايد. بس إحنا عندنا بالكويت إن في واحد من مقدمين برامج اللي ضرب نفسه على المستوى العربي يقول هو ثاني أحسن واحد يقدم برامج مقالب. شو رأيك في الكلام؟ ثاني أحسن واحد يقدم. على الوطن العربي. على مستوى الوطن العربي. على مستوى العرب. ثاني بأغلب. قال عن نفسه كذي يعني؟ أقول لك على شاء الله إذا رامز جلال بكبره ما قال أنا أقوى واحد. شلون هو قيم نفسه؟ يعني ما أدري شيء ضحك يعني. كم برنامج مقالب سويت؟ يمكن 3-4 كذي. أي هو أحسن واحد فيهم؟ انطلاقتي حيلهم بينهم. حيلهم بينهم؟ أي اللي بالستديو. بالستديو. شنو أغرب مواقف صار فيه هالبرنامج؟ لا وايد في مواقف. حلو. إحنا شفنا أول شفت واحدة من الحلقات صراحة أنا حسيت إنه مفبرك. أنا شخصيا ما قلت مع الناس. أنا شخصيا كنت معك واحد من البرامج. اللاعب. فرد فهيب؟ سئلة. ما أبي أسئلة بسألك أنت. لا لا. يعني في بعض يعني ما تشوفون الكويتيين نفسهم هم ما يعطونك الشعور اللي البرنامج يكون فيه كفاءة وشيء ما يعصبون الكويتيين. أنا ثلاثة أشهر. وضع عصب بالغ. ثلاثة أشهر قاعد أصور. حلو. ثلاثة أشهر قاعد أصور. فرج جهيب سد. لا لا ثلاثة أشهر قاعد أصور. فرج جهيب تقبل إنك صار ثلاثة أشهر. لا لا. وايد بارد. على أحب فرج تحية لا طبعا. أكيد. بس إن. بالضبط. يعني أحس قاعد أحس البرود مو طبيعي يعني. ما ادري شلون لا لا هو البرنامج يبي له كذي كل برنامج يبي له كونسبت معين كل برنامج يبي له شخصيه معينه لكن ان فرج من النوع اللي شنو اوكي في مره طلعت من واحده من الحلقات فنان زعلان منك شوف خليني اقول لك على شغله انا يعني برنامج يعني عندي بحلم بينهم في اربع حلقات ما نعرضه ترى ما نحب الجو الدبلوماسي يعني لا لا ما في احد زعل مني؟ زعل مني؟ في احد زعل مني وبعدين رضيته شلون؟ شلون زعل؟ في احد زعل مني وما رضيته حلو خليني اقول لك شغله، شغله من الشغلات اللي تخليني انا شخصيا يعني اقول ان البرامج هاي كلها مفبركه شلون الضيوف اللي تجيهم كلهم حاطين في الميك اب؟ يا جماعه هو كم واحد قاعد يوقف؟ وقفتونا وايد ترى يلا اي اوكي خليه يعصب خلاص خلنا الحين من سالفة ميك اب عصبت وايد البرامج اللي قاعد تقدمها منين تجيب الأخبار؟ تطلع معاي للأمانة ما تاخذ شيء أجنبي؟ يقولون اللي هني يبغون برامج أجنبية لا اكو مثلا هي الأفكار تطلع مثلا بقعدتي مع الشباب باجتماعي مع الناس أنا بشتغل معاهم لكن السوالف إن أبوك ولا لا ليش؟ الناس شايفة كل شيء صح شايفة كل شيء ما أقدر أتعدى اوكي انا عندي لك سؤال هذا مني انا ما اقول يعني يسمحوا لي ان شاء الله اسالك السؤال برامج دقات بشكل عام مقالب انت تشوف المغلب لازم يكون من المذيع لضيف ولا انك تجيب له شغله مثل حيوان اجلكم الله شغله بتخرعه فيها حسب الفكره تخرع. الموجوده شنو هذا مغلب حسب الفكره الموجوده يعني انا جبت فنان يسوي دقه فنان رفيجه حلو اعتقد ان هذا مقبول لكن أجيب حيوان ما أعرف يعني حسب الفكرة الموجودة ما تعرف ولا تشوفنا غلط أنت شيء شنو تبي توصل عبد أسألك شوف وجهة نظرك الموضوع أنت شيطان وايد انطق الجزء هذا بعدين نرد حق ذاك
اوكي انا اسف يا جماعه ما بكمل. جيت على اخر خمس دقائق. اسف والله اسف اسف. لا لا اسف اسف. تعال اخذ الصوت لو سمحت. لا انا ما حد يكلمني بهالطريقه. ما حد يكلمني. انا كلمني انا قسم بالله. انا شوف انا جاي قاعد تكلمني انا. انا جاي اقسم بالله اقسم بالله جاي عشان هالريال بعد راسي والربع هني ونعم فيهم. طريقه قاعد تكلمني انا. قاعد تكلمني انا هي قاعد. لا 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 قاعد سريح 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 سريح. اختم اختم على لطيف. اختم اختم الله يرضى عليك. وكان زين بعد ما تنزل هالحلقه. اي والله لا اله الا الله. اي والله العظيم متوتر من اول ما دشيت. انا من اول ما دشيت سمعتها. خاف خليك معي. انا سمعتها جمانه سمعتها اقسم بالله. خليك معي انا. ختام حلقه شو تحب تقول عن البرامج؟ ما عندي كلمه. اختم عبد اللطيف يلا اختم اختم. ما عندي كلمه. ما عندي كلمه لو سمحت يلا. كلمه شنو؟ عبد اللطيف لو سمحت اختم. ما عليك. اوكي اختم اختم لو سمحت. اختم اختم اختم. اوكي طلع الكاميرا واختم. يلا تفضل قول. اوكي انت الحين بما ان انت مذيع. اوكي اوكي بما ان انت الحين مقدم برامج نبيك انت تختم الحلقه. سعيد بتواجدي معك شخصيا. سعيد. مو سعيد انت معصب وايد اليوم. مو معصب بالعكس. انا مو معصب كثر ما انا مستانس ان انا وترتك شوي. اوكي. لان بدي اسوي فيك دقه واترك. زين. فاحنا اسفين استاذ. انسين. ها شو رايك؟ مفبرك ولا؟ ها؟ زين شلون دخلتوني الموضوع؟ انا عصب عصبت. بس والله حلو انت بارد يعني شوي نوعا ما. بارد انا. توترت ولا؟ انا اي والله. شكرا.